السلام عليكم طلاب، اليوم نكمل المحاضرة السابقة ونحل أول مثال على موضوع الخصائص. The magnetization curve of a DC shunt generator at 1500 RPM is. magnetization curve هنا يقصد به هو نفسه curve أو خصائص النو لود أو الأوبن سيركت كاركترستيك، وأحيانا يسمى المغنتيزيشن كير. ومنطقيا للفيلد كارنت تيار الفيلد و النو لود اي ام اف. For this generator find أولا نو لود اي ام اف for a total shunt field resistance of 100 ohm. يريد الـ EMF الفولتية عند مقاومة عندما تكون مقاومة الفيلد هي 100 ohm. بالبداية لازم نرسم كيرف النو لود، فهذه القيم اللي منطيها هي تمثل قيم النو لود كيرف، يعني من خلالها نرسم كيرف أو خصائص النو لود. فكل قيمة للتيار تقابلها قيمة للفولتية، وهذه القيمة تعتبر point، نقطة أقدر أمثلها على الكيرف. طبعا النقطة إحداثيها الصفر راح تعتبر للتيار، والستة هي قيمة الفولتية، وهكذا بالنسبة لبوينت 64 همينة راح بوينت ثانية إلى آخره، ونوصل بيناتهم ونحصل على كيرف النو لود أو منحني أو خصائص النو لود. فهسه هنا هذا الرسم، هذا الاكس الواي اكسس أو محور الواي راح نمثل عليه قيم الاي ام اف نو لود اي ام اف. النو لود اي ام اف وهذا الاكس محور الاكس شراح يمثل لي قيم التيار تيار الفيلد. فهنا هسه قيم التيار، هذه هي قيم الفولتية. حددنا نقاط الكيرف صفر وستة، صفر قيمة التيار هنا وقيمة الفولتية ستة، فهذه أول نقطة. القيمة الثانية 0.4 ويا 60، هذه 0.4 هنا وستين فولت هنا النقطة الثانية، 0.8 ويا 120، ف 0.8 هذه على الإكس محور الإكس، والمية وعشرين على محور الواي تنطين النقطة الثانية، وهكذا 1.2 ويا 172.5 نفس الشيء، هذه ونكمل بقية النقاط، هذه هي بقية النقاط حتى نوصل بيناتهم ونحصل على كير كامل. فهنا كيرف السرعة الأوبن والسرعة هنا 1500 RPM. هسه إذا أريد نطلع الفولتية لازم نرسم لاين المقاومة،
شلون نرسم للمقاومة؟ المقاومة هو عبارة عن لاين مستقيم، خط مستقيم وإلى ميل معين، فبالبداية أيضا يحتاج نقطة. المقاومة تساوي فولتية على تيار. مقاومة الفيلد هو بالمطلب الأول ذاكرها 100 أوم، فيحتاج لنقطتين. النقطة الأولى هي نقطة الأصل اللي هي 0 0، يعني إذا التيار 0 فالفولتية أيضا 0، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية راح نرسمها، ناخذ أي قيمة من التيار، هذه هي قيم التيار، أي قيمة منهم. فللأسهل ناخذ مثلا قيمة 1، فإذا أخذنا قيمة التيار 1 أو 2 3 أي شيء يساوي 1، بس نقدر نمثلها على الرسم. إذن الفولتية شو تساوي لي؟ التيار في المقاومة، التيار أخذناه 1 أمبير والمقاومة هي 100 ويساوي لي 100 فولت. إذن البوينت الثانية صارت هي تيار 1 والفولتية 100. فنرسم اللاين، النقطة الأولى هي 0 0، هنا راح تكون بالأورجن، والنقطة الثانية التيار 100، العفو تيار 1 والفولتية 100، هذه هي 100 الفولتية والتيار 1، هاي النقطة الثانية، ونوصل بيناتهم خط مستقيم على امتداده. فهذا هو لاين مقاومة الفيلد. الRF زين، احنا شلون نطلع الفولتية؟ هسه ورايد نو لود فولتج للمقاومة الفيلد 100 أوم. نقطة التقاطع بين المقاومة وكيرف السرعة اللي هي هذه، هذه هي النقطة، وأشوفها شقد تنطيني فولتية. هذه النقطة أسقطها على محور الفولتية النولود، نحصل على قيمة النولود فولتج. فهنا هذه القيمة، هسه هنا 220 راح تحسبوها، 200 هذه القيمة هي 200، ف210 20، نهاية الـ20 هي تقريبا 227، هاي نقطة التقاطع. هذه هي 200، قيمة 227 فولت. ثاني مطلب، the critical field resistance at 1500 revolution per minute، يريد المقاومة الحرجة. المقاومة الحرجة شنو؟ نرسمها من المماس للاين الكير. هذا هو المماس، المماس مثل الكريتيكال ريزيستنس. عشان نطلع قيمتين ناخذ اي نقطة على اللاين ونطلع احداثية الفولتية والتيار حتى نطلع قيمة المقاومة. فهسه مثلا راح ناخذ هذه النقطة هنا، هذه النقطة تنطيني فولتية 100
وتيار تنطين تقريبا 0.67. فالكريتيكال ريزيستنس تساوي لي الفولتية على التيار، ويساوي لي هذه النقطة هي 100.67 فولت. مية وتسعة وأربعين. سؤال، هذه هي قيمة المقاومة الحرجة. المطلب الثالث، the magnetization curve at 1200 revolution per minute and therefore from the open circuit voltage for a field resistance of 100 ohm. يريد المقاوم العفو المغنتايزيشن كيرف اللي احنا ذكرنا هو الاوبن سيركت كيرف، يعني هذا الكيرف، بس هنا قد السرعه 1200. هذه المعلومات المن او القيم للسرعه 1500. إذا نريد نطلع الكيرف للألف وميتين، التيار هو نفسه تيار الفيلد، لكن التغيير وين راح يصير؟ بقيم الفولتية. فإن السرعة الثانية على السرعة الأولى، لأن هنا صار عندي سرعتين، السرعة الأولى هي 1500 والسرعة الثانية هي 1200، يساوي النو لود فولتج للثانية على النو لود فولتج الأولى، لأن أريد أطلع حتى أرسم الكيرف شو يحتاج لي قيم التيار وقيم الفولتية. قيم التيار موجودة، قيم الفولتية هي المجهولة اللي هي الإي نو لود الثانية. فهنا السرعة الثانية والسرعة الأولى قيمهم موجودة معلومة، 1500 على 1200 يساوي 0.EMF الأولى، ويساوي أريد أطلع النولود الثانية أو بوينت ثمانية ألف وميتين، هنا 1200 على 1500، فألف وميتين على 1500 هي أو بوينت ثمانية، ونضربها في قيم الفولتية. فهسه هنا قيم التيار، إذا أريد نرسم الكيرف عندما السرعة تساوي لي 1200 per minute، قيم التيار ننزلها كما هي، هي الصفر 0.4 0.8 و3. قيم الفولتية من نضرب 0.8 في قيم الفولتية الأولى، يعني أجي للستة أضربها في 0.8، ونفس الشيء 60 ستة في 0.8 بوينت ثمانية، بعدين 60 في 0.8 48، 120 في 0.8
فهذه حصلنا قيم الفولتية. هذه القيم هو اجت من القيم الاولى وضربناها في 0.8. هسه نقدر نرسم الكيرف الثاني من هذه القيم على نفس الرسم، نرسم الكيرف الثاني مثل ما رسمنا الكيرف الاول. الكيرف الثاني بالسرعة 1500 ريفولوشن بير مينت، وأيضا هو يريد الفولتية، فولتية النولود open circuit voltage. المقاومة نفسها مقاومة 100 أوم، يعني هذه المقاومة تقاطعها ويا هذا الكيرف، هذه هي نقطة التقاطع. في الكيرف السرعة تقريبا تنطي فولتية 150، هذا 160 فوق 60 بالضبط. مية وخمسة وستين، هو مطلعها 166، يعني ماكو فرق. فالفولتية نو لود فولتج، فولتج ار اف تساوي 100 أوم. طبعا السرعة 1200 هي شقد؟ 165 فولت. المثال الثاني the open circuit characteristic for a DC generator driving at 400 revolution per minute is as follow. نفس الشيء منطي الفيلد كارنت، يعني التيار الفيلد والقيم والتيرمينال فولتس. تيرمينال فولتس بما انه اوبن سيركت، فالتيرمينال راح يكون او اطراف الجنريتر راح تكون اوبن. الفولتية اللي على الاطراف هي شنية؟ تمثل الاي نولود الاي ام اف. وهذه هي قيم الفولتية. Find voltage to which the machine will excite when run as a shunt generator at 400 revolution per minute with shunt field resistance equal to 34 ohm. نفس الشيء يريد الفولتية أو excited voltage، إمارات يسميها develop voltage، اللي هي no load voltage للمقاومة 34. هنا الكيرف بالبداية نرسم الكيرف وبعدين نرسم الخط لل أو المستقيم للمقاومة، تقاطعهم ينطي الفولتية. فقيم هنا منطيها بادية من قيمة التيار 2، فهنا تلاحظون الكيرف بدأ من قيمة التيار 2 طبعا، والفولتية هي 110، هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية مثل ما رسمنا المثال السابق خطوة بخطوة حد ما نكمل بقية النقاط، نوصل بيناتهم نحصل على الكيرف. هذا هو الأوبن سيركت كاركترستيك للسرعة 400. مقاومة، إذا نريد نرسم لها المقاومة فبالبداية لازم ناخذ قيمة للتيار، تيار إذا التيار يساوي 1 فالفولتية شقد؟ يساوي للتيار في المقاومة، تيار 1 والمقاومة 34، إذن 34 فولت. فالنقطة راح تصير هي تيار 1 والفولتية 34، هاي النقطة اللي نرسم من خلالها المقاومة. النقطة الأولى هي الأوريجن،
صفر، نقطة الأصل صفر صفر، فهذه نقطة الصفر صفر. إحنا أخذنا التيار واحد، نقدر نأخذ أي قيمة تيار، مثلا سبعة. إذا أخذنا التيار سبعة فنضرب سبعة في قيمة المقاومة اللي هي 34، تنطي قيمة الفولتية، وأكون نقطة ثالثة حتى أرسم اللاين للمقاومة. فهذه هي المقاومة الفيلد، قيمتها 34 أوم، موجودة بالسؤال. هسه التقاطع الكيرف ويا المقاومة ينطيني الإكزاتد فولتج اللي هي هنا. تكون فوق، هسه هذه القيمة هي 250. إذا الرسم دقيق راح تطلع القيم مضبوطة، فتكون هي فوق 255 تقريبا، هنا فوق 250. فالإكزاتد فولتج مقاومة الفيلد هي 34، إيش قد تساوي؟ 255 فولت. المطلب الثاني resistance of shunt circuit to reduce the open circuit voltage to 220 فولت. إيش قد المقاومة اللي تقلل لي الفولتية 220؟ هسه هنا الفولتية طلعناها إيش قد؟ 255. إيش قد الفولتية، أو العفو قيمة المقاومة اللي تقللها من 255 لحد شنو؟ 220. هذه هي 220، العفو 220، هذه هي 200 على اللاين 220، هذه هي 220 على امتدادها، نقاطعها ويا كيرف السرعة تنطينا هاي البوينت. فهنا حتى أطلع المقاومة ميتين وعشرين، جي تساوي نقسم الفولتية 220 على قيمة التيار، ناوية تقاطع السرعة ننزل نسقط قيمة التيار. هنا 5.5 وأقل من 0.5، ف خمسة بوينت أربعة أو 5.5 يساوي 40. هذه طلعنا قيمة مقاوم من الفولتية والتيار من الرسم. مطلب بي، سي critical value of the shunt field circuit resistance، يريد ال R critical. هنا طبعا هنا بس فقط بهذا الرسم لان ما بادي من الصفر، فالكريتيكال ريزيستنس شوي راح تكون بيها نسبة خطأ، بس اذا كان الكيرف او القيم بادية من الصفر فالافضل ناخذ القيم من البداية.
يعني ناخذ قيم فولتية والتيار من البداية، لأن راح تكون لينير، فتكون قيم الكريتيكال ريزيستنس مضبوطة. فإذا نريد نطلع الكريتيكال ريزيستنس أو المقاومة الحرجة، نرسم خط مماس للكيرف. هذا هو الكيرف، نرسم له لاين مماس اللي هو هذا، هو الكريتيكال ريزيستنس، وناخذ أي نقطة على اللاين حتى نطلع قيمة المقاومة. فإذا أخذنا هذه النقطة هسه هنا اللي نفسها هي بالمصدر، تنطي قيمة الفولتية مية وخمسة وثلاثين نانا، والتيار إذا نسقط عمودي اثنين بوينت اثنين خمسة، ف الكريتيكال ريزيستنس يساوي اثنين خمسة تين أم. طبعا هنا عادي ناخذ أي نقطة على اللاين ونقسم، أيضا نطلعها أحداث الفولتية والتيار نقسمهم تطلع قيمة المقاومة، طبعا تطلع نفسيتها هي 60 أوم. يعني صحيح ناخذ نقاط مختلفة بس القيمة هي 60 أوم ثابتة. ليش؟ لأن يعتبر هذا مي سلوب. المطلب دي the critical speed when the field circuit resistance is 34 أوم، يريد السرعة الحرجة، السرعة الحرجة لمقاومة 34، يعني يكون لاين المقاومة 34 مماس للسرعة الحرجة، فلازم ناخذ نقطتين حتى نطلع السرعة الحرجة. مثل ما ذكرنا بالموضوع السابق، ناخذ نقطتين ونسبة النقطة الثانية للأولى نطلع من عندها الكريتيكال سبيد أو السرعة الحرجة. ناخذ نقطة نفترض منها أي نقطة تحددها هنا، هسه أخذناها أربعة ونصعد نسقطها على لاين، هو يريد الكريتيكال ريزيستنس للمقاومة 34. نشوف هنا هذه النقطة اللي قاطعة وياها ويا المقاومة 34، بس نسمي هذه النقطة الأولى اللي بدينا من عندها دي، النقطة اللي تقاطع ويا المقاومة اي، وبعدين نستمر حتى نقاطعها ويا الكريتيكال نسميها اف. ليش هاي هنا؟ لأن من ناخذ نسبة الفولتية DE إلى DA إلى EF راح تمثل اللي هي شنو السرعة الموجودة اللي هي 400 للسرعة الكريتيكال. هسه DE هي قيمة الفولتية المن للكريتيكال، لأن هسه هذا اللاين المن مماس المقاومة لسرعة السرعة الحرجة. دي اي يعني نقصد فولتي، يعني نشوف هسه النقطة تتقاطع النقطة اي ايش قد تقابل فولتي. اذا نسقط تقريبا مية عشرة عشرين ثلاثين، وبالنص مية وخمسة وثلاثين، فهنا مية وخمسة وثلاثين. بعدين نقطة التقاطع الثانية وهي الكريتيكال للسرعة الأولى هي شقد؟ 240. هذه 240 فولت، فدي إي على دي إف
تساوي الدي اي، هذه هي الفولتية، هي شنو تعتبر الكريتيكال سبيد، مماس للكريتيكال سبيد. والدي اف هي الم المماس، هذا الكريتيكال، الم المماس مماس للسرعة اللي هي موجودة او المعلومة بالسؤال اللي هو هذا المنحني الها، فول سبيد او ان وين. فهنا نعوض القيم، الدي اي 135 فولت على الدي اف هذا 240 فولت. الكريتيكال احنا نريدها كريتيكال سبيد على السرعة الموجودة بالسؤال اللي هي موجودة 400 ريفولوشن بير مينت. من هنا نطلع القيم، صارت كلها معلومة، فنقدر نطلع الكريتيكال سبيد تقريبا 225 ار بي ام. فهسه الخطوات حتى نطلع الكريتيكال سبيد ثابتة، ناخذ اي نقطة على لاين التيار، هسه هذا هنا ناخذ اي نقطة ونسقطها على المقاومة اللي هي راح تصير مماس للسرعة الحرجة كريتيكال سبيد، وبعدين نقطة التقاطع الثانية المن للكريتيكال ريزيستنس او المقاومة الحرجة للسرعة المعلومة، لان من راح تصير عندي سرعة معلومة وفولتيات ايضا معلومة نقدر نطلع السرعة الحرجة. المطلب الأخير lowest possible speed at which an open circuit voltage of 225 volt can be obtained، يريد السرعة اللي إذا فولتية الـ no load انخفضت لـ 225. فهنا أيضا يريد السرعة، منطي الفولتية، هذا الفولتية طبعا فولتية النولود لهذه السرعة اللي هي مجهولة، منين جايتني؟ جايتني من تقاطع احنا ذكرنا نفس ما بالمطلب الأول وبذاك المثال، تجيني من نقطة تقاطع كيرف السرعة اللي هو السرعة المجهولة هسه هنا ويا لاين المقاومة اللي هي 34. فهنا آخذ 225 على الرسم، ها عندي 220 210 220 225 هنا راح تكون، وأقاطعها ويا لاين المقاومة. تقريبا هنا ميتين وخمسة وعشرين، فتقاطع الفولتية 225 ويا لاين المقاومة ينطيني النو لو فولتج للسرعة اللي ما معلومة. فننطي هاي النقطة ننزلها للاين التيار وانطيها كي، سميها كي حتى نميزها بالقانون، وهنا هذه النقطة نسميها جي، أريد أطلع هذه السرعة لهذه النقطة، فراح أقارنها أو أقاطعها نسبة إلى، العفو مو أقاطعها، ناخذها نسبة إلى السرعة المعلومة. فهنا على امتدادها نصعد للسرعة اللي موجودة هنا، هذه هي النقطة، يعني هذا امتدادها، امتدادها قاطع السرعة اللي موجودة، طبعا هذه هنا السرعة 400، نعطي حرف H. فهنا من ناخذ هذه الفولتيات نسبة الفولتية الأولى ناخذ كي جي على كي اتش يساوي الكي جي هي المجهولة السرعة اللي جديدة،
على السرعة الأولى راح نسميها N1، هاي السرعة lowest L. فهنا ال KJ هي 225 فولت، وال KH 240 فولت. هذه تقريبا هنا تنطي قيمة 240 فولت، تساوي لي السرعة المطلوبة على السرعة اللي هي 400 بالسؤال. فهنا راح تطلع قيمة السرعة 375 ريفوليوشن بير مينت. فهنا الفكرة انه الفولتية اللي انطاها لهذه السرعة قاطعناها ويا لاين المقاومة، لان هي منين جتنا السرعة؟ الفولتية من تقاطع ويا المقاومة، هذه السرعة المجهولة. على امتدادها نقاطع لاين او كيرف السرعة المعلومة، وناخذ نسبة السرعة اللي هي المطلوبة للسرعة القديمة، ونطلع من عندها قيمة السرعة المجهولة او السرعة اللي انخفضت حتى تنطينا فولتية 225 فولت. وهذه الكي جي الاحرف اللي جاي نخليها بوينت حتى نميز المسافة، يعني كي جي هي تمثل فولتية 225، والكي اتش يعني شقد فولتية، مو هنا 245، فنسميها كي اتش حتى نميزها ونعوض مكانها قيم فولتية. لحد هنا تنتهي محاضرة اليوم.